هذا وكانت عقيلة الرئيس الأمريكي التي تزور المملكة قد توقفت اليوم بمدرسة ابن يوسف بمراكش، حيث اطلعت على خصوصية هذا الصرح المعماري التاريخي الذي يعود تأسيسه إلى القرن السادس عشر. كما زارت جمعية النخيل للمرأة والطفل بغرض التعرف على خدماتها والمستفيدة من برامجها. تفاصيل أوفى في روبورتاج لحسن هبان ورفيق أجمد. نساء وتعاونيات ونزيلات جمعية النخيل بمدينة مراكش المستفيدة من برامج الدعم للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كنا أول من استقبل عقلة الرئيس الأمريكي جيل بايدن زوال هذا اليوم وسط أجواء احتفالية بما حققه المغرب من خلال برامج دعم النساء والشباب معرفيا واقتصاديا. أثناء حديثي يوم أمس مع صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى حسناء، أثارني حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها سموها لتعليم الأطفال واليافعين الشباب حول أهمية الحفاظ على البيئة والمناخ. حقيقة ألهمني جهدها، وأنا الآن متحمسة لأحمل معي هذه القصة الملهمة إلى الولايات المتحدة للبحث عن المزيد من فرص التعلم من بعضنا البعض. بالنسبة لهذه الجمعية ديال USA ديفيد ديريكتلي والمبادره الوطنيه والتنميه البشريه، استفدنا من الدعم ديالها وخلاتنا ناخذوا الماتريال ديالنا ونحسنوا من الجوده ديال العمل ديالنا ديال التعاونيه ديالنا. برنامج دعم التعاونيات بجهه مراكش بقيمه 3 ملايين دولار استفادت منه 250 تعاونيه، بالاضافه الى تجهيز فضاء للتاهيل المهني بجمعيه النخيل لفائده النساء المعنفات. عدد المستفيدات يكون عندنا 24 مستفيدة، كيتقسموا على ثلاثة مجموعات، كل مجموعة كتشتغل داخل المطعم يومين في الأسبوع، والأيام الأخرى ديالهم بيان سور تيكونوا تيخدموا لأن عندهم أطفال ولا عندهم مسؤوليات أخرى، ولكن كنقوموا بالتقوية الذاتية ديالهم في مجالات أخرى، في المجال القانوني، في الأشكال المتنوعة ديال العنف، كيفاش يمكن لها يعني تتعرض لهذه الأشكال تحمي راسها. نحن هنا بجمعية النخيل للاحتفاء بالشراكة القائمة التي تربط الحكومة الأمريكية والمغربية والمجتمع المدني حول كل ما يهم القضايا التي تتعلق بمواجهة العنف ضد النساء وتمكين المرأة. أول مهمة خارجية لجيل بايدن إلى المملكة، فرصة كذلك لاكتشاف جمال وتاريخ المعمار المغربي الأصيل. جولة سريعة بفضاء مدرسة ابن يوسف وسط المدينة العتيقة لمراكش، تحفة معمارية شيدت عام 46 و300 ألف.